بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم هندسة أمل من قناة جرافيك ديزاينر. النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي إن إحنا نفتح فايل دي دبليو إف على برنامج الأوتوكاد. ده عندي هنا فايل دي دبليو إف زي ما إحنا شايفين، وإحنا تعلمنا قبل كده إزاي إن إحنا نحول فايل من دي دبليو جي لدي دبليو إف، وأنا هحطلكوا الرابط أسفل فيديو في صندوق الوصف. النهاردة هنعمل العكس، هنفتح فايل دي دبليو إف في الأوتوكاد. أنا عندي زي ما شايفين فايل دي دبليو اف وفي اكتر من شيت. انا عايزه مثلا انقل الفيو اللي قدامي ده او الرسمه اللي قدامي دي بس على برنامج الاوتوكاد. هاجي اقول له كوبي كارنت فيو من فوق هنا اهي بالشكل ده كده، وبعدين اروح على الاوتوكاد وهاجي اروح على اديت واختار منها بيست سبيشال. تمام، ادوس عليها بالشكل ده كده، هيفتح لي اعدادات. هاجي اختار من الاعدادات اوتوكاد انتيتيز اللي هي موجوده عندي هنا. تمام، طبعا هنا بيست، واجي اقول له اوكي. على طول اهو ظهر لي الفايل من الدي دبليو اف، نزل على برنامج الاوتوكاد. ممكن بقى ان انا اعدل عليه زي ما انا عايزه، ممكن اشيل مثلا خطوط اهو، مثلا اشيل الخطوط دي كده بالشكل ده كده مثلا. ممكن ان انا اغير في اي حاجة موجودة، اغير في الكلام اللي موجود، اعدل عليه مثلا بالشكل ده، يعني اشتغل عليه فايل دي دبليو جي. يبقى احنا كده نزلنا الملف اللي احنا عايزينه. لو عايزين ننزل ملفات تانية باجي اختار الرسمة اللي انا عايزاها وبقول له برضو كوبي كارنت فيو. يبقى احنا اتعلمنا النهارده ازاي ان احنا نفتح ملف دي دبليو اف على برنامج الاوتوكاد. كده هنخلص الدرس بتاعنا النهارده، يا رب تكونوا استفدتوا منه. اذا استفدتوا منه ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب من اسفل الفيديو وتفعيل الجرس علشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.